قالب وزم الهلا يا مرحبا ترحيب ضاري في حلال ضيفنا فيها مكانه في الصدارة حنب يارق حرب فالطلات وعط القوس باري فالعلوم اللي تنومسنا لنا عزم وجسارة راح نصلى لوانا ساهي مني بداري والله انكلي على باب الزهر مزك خفارة ما دريت انه سرى للي وانا بلقى في ساري نوب في راسي فتيل ونوب في راسي جرارة كل بوها ناري ولد من لضاها بيت ناري من دوافع شعري اضرب للتحدي والذارة قال ابو زام الهلا يا مرحبا ترحيب ضاري في حلال ضيفنا فيها مكانة في الصدارة في حلال ضيفنا فيها مكانة في الصدارة حنب يارق حرب في الطلات وعط القوس باري فالعلوم اللي تنومسنا لنا عزم وجسارة لو وقفنا للخوي وقفت من يعادينا يشوف الويل ونجوم الظهاري والصديق نحول من دونه ونبني في جدار فعلنا من سابق الأيام لصيت ومواري من زمان الفقر قبل الناس تنعم بالحضارة من زمان الفقر قبل الناس تنعم بالحضارة واتي يا مشعل خوي الجنب ما حطك يساري قصر عنك المدح ولا توفيك العبارة العميري في جرى لم جاد قصر بالناموس ما هو بالحجارة صيت ابو عرام لا جاله مع العربان الطاري مثل التوقيع على ميلو مثل تختي ما لمارة جاب عرامات واجبرهم على وضع الطواري مثل يوم الطايرات تولجت برج التجارة مثل يوم الطايرات تولجت برج التجارة جاب حمر فالمزاين ما يجريها مجاري لا ينقح بالفوز سوي ضم بالنعارة من رصيد هذيل ما عرضت على بايع وشاري كانها سلام للدوافي يا الأمر الدوا الخوة اللي من الجدان عام ساسها ما هو بدوة يا الحرب وغبنا الذي حنا عذوة
حياكم الله يا مرحبا الحمد لله الذي أعطى من الأنعام جزيلا وقبل من الشكر قليلا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا وصلى الله وسلم على محمد الذي لم يجعل له من جنسه عديلا وعلى آله وصحبه بكرة وأصيلا المشايخ والأعيان ووجهاء القبائل حضورنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يطيب لنا ابتداءً الترحيب بكل من شرفنا بحضوره وسار بالوفاء لنا ولبى دعوتنا فأهلاً وسهلاً بكم عدد ما تعاقب الليل والنهار وأهلاً وسهلاً بكم عدد ما سار كوكب واستدار تحية وفاء ومحبة مداداً بلا عدد حفلنا الكريم إن تكريمنا الليلة لرجل الأعمال الشيخ مشعل بن طيب العميري الهذلي بمناسبة تحقيقه المركز الثاني في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل هو تكريم لكل عمل محمود يستحق الفخر والإشادة كيف لا والشيخ مشعل صاحب الصيت الشامخ والأخلاق الأصيلة التي هي من صميم رجالات قبيلة ذيل العريقة وتكريمنا لهذه الليلة هو في معنى الاعتزاز والفخر لمن تواضع حتى استوت نفسه وسمت فكان ملء عيون محبيه وفي قلب أبناء عمومته وأحبابه أولى فقرات حفلنا القرآن الكريم حبل الله الممدود وصراطه المستقيم وحجته الكبرى يتلو آياته القارئ عاطف بن سعيد الزوهر الحربي فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين إذ آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم حفلنا الكريم كلمة لأسعد الناس حظاً برؤيتكم
في هذه المناسبة الغالية علينا جميعاً الشيخ عبد الله بن علي الزويهري الحربي، أجمل الله ذكره وأنجحه في مقاصده، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عقد روابط التآخي والتآلف، نحمده سبحانه ونبتهل إليه دوام الألفة والمحبة والتكاتف، وصلى الله على سيدنا محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي الذي قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المشايخ والأعيان وأيها الحضور الكرام، الشيخ مشعل بن طيب العميري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادي ذي بدء أشكركم رجلاً رجلاً على تلبية الدعوة وإكرامنا بالحضور في احتفالنا الذي اجتهدنا في تمامه، ولن يصل لما في قلوبنا يعلم الله. الحفل الكريم، إن هذا الرجل سطر أسماء معاني التضحية والإصرار والطموح والوفاء لقبيلته، فقد أقدم على عمل يحتاج للجهد والمال والرجال، وخاض غمار المنافسة بكل شجاعة ودون تردد أو شعور بالخوف، وهو يعلم تمام المعرفة حجم المهمة وشراسة المنافسة مع كبار ملاك الإبل، ويعلم أنه يمثل قبيلته العريقة، قبيلة هذيل، ولكنه أقدم وكان له ما أراد، فصعود القمم يأتي بالهمم، والغنائم تأتي مع رجال العزائم. أيها الحفل الكريم، أي شخص يدفع المال ويبذل الجهد فهو بطبيعة الحال يريد مجدا لنفسه، يريد مجدا لنفسه، ولكن هذا الرجل آثر على نفسه، ولكن هذا الرجل آثر على نفسه وجعل مسعاه لهذيل وفوزه لهذيل، وجائزة فوز عرامات أقل ما يقدم لهذيل، فنادى بهذيل وأتت له هذيلا شاما ويمنا كأمواج يتلاطم تلبية لنداء ابنها، واصطفوا اصطفاف الرجل الواحد وكانوا على قلب رجل واحد، فكان مشعل لهذيل نعم الابن البار، وكان على قدر الحدث وحضر بماله ورجاله لمضمار المنافسة بكل فخر واعتزاز، فهنيئا لمشعل بهذيل وهنيئا لهذيل بمشعل. أيها الحفل الكريم، إن احتفاء هذا المساء المبارك بالابن مشعل هو احتفاء محبة وشعور بالقبطة والفرح بفوز أحد أبنائي فقط دون دوافع أخرى، فما بيننا طوال هذا السنين من ود يعلمه الشيخ مشعل جيدا أكبر بكثير من هذا التكريم وهذا الاحتفال، ولكنها مشاعر الأب لابنه
لتحفيزه لحصد المزيد من الإنجازات التي يشار إليها بالبنان، وهو أهل لذلك وقادر بإذن المولى على ما هو أبعد من ذلك. إننا احتفاؤنا الليلة هو احتفاء حربي محب لهذيل. إن احتفاءنا الليلة هو احتفاء حربي محب لهذيل، فهذيل يربطنا بها علاقة من أكثر من 500 عام، علاقة جيرة ومصاهرة وصداقة، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، ونحن كذلك. وكان لزاما علينا أن نفرح لفرحهم. وأسأل الله العلي القدير أن يتم علينا الأخاء والمحبة. وفي ختام كلمتي أكرر شكري واعتزازي بكل من حضر وشرفنا وشاركنا احتفال الغالي الشيخ مشعل بن طيب العميري. وأسأل الله أن يديم نجاحه وفلاحه، وأن يهيئ له أسباب العلو والرفع دائما وأبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعر ديوان العرب وسجلهم النفيس الذي حفظ تراثهم وتاريخهم وآدابهم وأخلاقهم، وله موقعاً عذباً في أذن سامعه، كما أن له موقعاً عذباً تحت عين قرائه. قصيدة ترحيبية للشاعر فواز بن محسن الزويهري الحربي، فليتفضل مشكوراً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. ضيوفنا الكرام، حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً. أقول للشعر هيبة فالمحل السامي، أهل الوسام في كل علم طايل، في حلة زوهر ذرى يحزامي، عند الكرام ابن علي الدلايل. للشعر هيبة فالمحل السامي، أهل الوسام في كل علم طايل، في حلة زويهر ذرى يحزامي، عند الكرام ابن علي الدلايل. وجيب من الدر عليها وسامي، واسم يشرفني المجد نايل، يوم البلاغة تدحم الدحامي، للورد كل عن شرابه حايل. دحمت بأفكار انظراف عظامي، وردتها الإبداع فالمثايل، وغنيت قاف يطرب الحلامي، يليق لأهل الطيب والجمايل. يا مرحبا ترحيب يروي الظامي، واحلى من الشهد المصفى السايل، من وقب عالي في منيف انزامي، من يجلبه يهديه لا له كايل. ترحيب بالضيفان يمنو شامي، على النقا مردوف صوته شايل، على الدلال وعود وعطر خزامي، والسمن وبكار لكم كمايل، والبشر والمنصب قبل حشامي. يا مرحبا ترحيب بالحمايل، يا مرحبا بهذيل عند اعلامي، عند الحروب مكعمين العايل. يا مرحبا بهذيل روح بكرامي، عند الحروب معدلين المايل، يا مرحبا بهذيل روح بالرامي،
عند الحروب مقنعين السايل اهذيل فخر أهل القنا الأقرامي أهل الركاب مخسرين الصايل. والليل هذا للوفا مقدامي في هالوفا مسبوك وسبكه هايل على المعزة بالذهب ينسامي وعلى المكارم كل شك زايل. صدق الصحيب لصاحبه بهشامي عند المواقف صت نقد دايل. واليوم محفلنا بابن عرامي أعطى مثل مدروس بالوسايل درس الوفاء لأهل الموافى الهامي. وعز الخوي من هاج فالوايل يا كيف يا كيف لو كان الخوي قطامي حر مثل مشعل على الجزايل. يا كيف لو كان الخوي قطامي حر مثل مشعل على الجزايل. سلامتكم جميعا. صح لسان الشاعر فواز بن محسن الزويهري الحربي على حضوره الجزل ومعانيه المستبشرة. ولا زلنا أيها الحضور في الشعر ومداهي العذر مع قصيدة للشاعر عبد العزيز بن غازي الزويهري الحربي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع، ويا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، والله يحييكم جميع في هذا الحفل البهيج. المشاركة أقول فيها من حشمة التقدير والطيب منا نفرح لفرحة كل غالي علينا ونوجبه ونمد له ما تمنى حتى يشوف سهيل لا من عطينا. والليلة يا طيب اللقاء بالمهنة لو طال ليل سامره ما سرينا لجله على مد الوفا في زمنا والوافية عملتنا للي يبينا. زان الشعر والشادي باللحن غنى غرهد بصوته شاش بالحرب فينا ترحيب يصدح به على كل فنة باسم الشيوخ عيال شيخ ثمينا بني علي وعيالهم في ثمنا مثل بني علي وعيالهم في مثنى مثل الجبال الشامخة في يدينا. يا مرحبا بلي لفانا وتعنى يا مرحبا بشيخ عزيز يجينا الشيخ مشعل راعي طيب وقنا فعله بياض الوجه في كل حينا مقدام لا منه نوى ما تونى له مركز بين المراكز يبينا في جائزة باسم الملك في وطننا واسم الملك عز وفخر لا حكينا في جائزة باسم الملك في وطننا واسم الملك عز وفخر لا حكينا. واللي تعلى مستوى كل ظنة يرقى مراقيها في شدة ولينا والله يعز المملكة دارهن. اللي على منهاج مرس النبينا من دونها حنا وحنا وحنا حنا فداها نلوي اللي عظينا. وسلامتكم. صح لسان شاعرنا على هذا الحضور الجميل للتراث وأصالته حضور يوافق هذه المناسبة الغالية ومكانها في القلب وفقره بفن المجالس كلمات الشاعر فواز بن محسن الزويهري الحربي أداء المنشد الرائع والصوت العذب سعد المسعودي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا لوالي يا لوالي لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لوالي يا لوالي ويا لا 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 لا
لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 بسم الله الرحمن رب البرية والخالق الوهاب جزل العطية اللي بسط سبعة وسبعة عليا سبعة عليا ما لها من عمادي وسبعة عليا ما لها من عمادي ولي هواجس في مدح الأقرام شاشي أهل مثل النواشي الليلة بارق ورعد ورشاشي ربع بغيث كل سهل ووادي ويروى بعب غيث كل سهل وادي أعني مشعل ومشعل على اسمه مشعل على روس الطويلات قسمه ولا شك منه مشعل اللفق أمه يلقى الثنا والمدح بين العباد ويلقى ثنا والمدح بين العباد يمشى وارف ذي للعريب حل الشوان في مزاين اللي دونها الملح وقدان كفيت واغليت السعر لين الأكزان ورفعت لك ناموس ومركز ريادي ورفع تلك ناموس ومركز قيادي وخوات عروة مات فوق النجوم خليتها في سيل ترعى وتزومي لجلك رفيع ولك حزم وعزومي من هو فعل فعلك من الطيب زادي ومن هو فعل فعلك من الطيب زادي وكل عوام وانت وفوق نجم الثريا يا صاحب وفي كريم المحيا اهدي لتفخر بك وحرب لبيا حرب الفخر تفخر براع الشداد وحرب الفخر تفخر براع الشداد من هو يا خوي حرب منهم يعدي خوي جنب وصحبة الصرف نقدي عز الصديق إن جات حز التحدي دايم معه في عز خطل ليادي ودايم معه في عز خطل ليادي واليوم بوزا من مكمل وجوبه عبد الله اللي فالوازم هبوبه استاهل واليوم بوزا من مكمل وجوبه عبد الله اللي فالوازم هبوبه رعى الوفا المطنوخ جمل في نوبه في حلته لطيب نور وقادي وفي حلته لطيب نور وقادي مقدار يا مشعل وطيب ومحبه الطيب عودك فيه
يمينه يصبها ودلال بن بحرى في مشبه اتمد له الطيب حضر وبوادي واتمد له الطيب حضر وبوادي واختار الهاشم المحمود فالكون ضيه صلى عليها الله صبح وعشيه اللي فرق بالحق بيض وسوادي واللي فرق بالحق بيض وسوادي وسلامتكم. نشكر الشاعر والمنشد سعد المسعودي الهذلي على هذه المشاركة الجميلة بصوته الأجمل، ومن حسن الطالع اجتماع فقرات الموروث من شعر وحداء فلكلور ومحاورة هذه الليلة التي نحتفل فيها بالشيخ مشعل بن طيب العميري الهذلي. فمن الأصالة نبدأ وإلى الأصالة نعود مع قصيدة شعرية للشاعر عاطي بن راشد المعبدي الحربي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. باسم الشيخ عبد الله الزواهري الحربي أبو زامل، وباسم أخوانه وربعه كافة ومشايخ حرب الحاضرين وجميع حربي حاضر في هذه الليلة المباركة، نقول للشيخ مشعل العميري وأمير هذيل الشيخ فهد المعطاني والوفد المرافق لهم من شعراء ومشايخ وأعيان يا مرحبا، يا مرحبا من حرب جميعا، تحية إجلال وثناء لعوانينا وجيراننا هذيل هذيل الوفا والجود، حياكم الله مرحبا. باسم العظيم الواحد اللي فوق خلقه معتلي نبدا وصلى الله على محمد وزيدوا فالصلاه، اهتاض بالي بالفرايد بعد جيته المحفل محفل هل الطالات حرب، محفل هل الطالات حرب، أهل الكرم روسة أدهاه يا مرحبا، يا مرحبا من حرب والمجد الأبية، ما يجهل حرب الدول والمجد شاهد في الزمن، يسعد نباه في حاضر الدنيا وفي وقت الزمان، الأول زبن الدخيل وتاج راسي محزم نعم العزاه، وأهل الثلاث البيض وأهل الثلاث البيض ومع الإمام الفيصلي، وأهل الثلاث البيض ومع الإمام الفيصلي وقفه الأمير وشيخ حرب وفعل ما حي النساه، أمير رابغ بن مبيريك الشجيع مصملي الأوله قسمه، الأوله قسمه مشرف حرب نجمنا في سماه، ومعزب الخطار ومعزب الخطار لضيوف الحفل يستقبلي الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله وريث المجد يا مال الغنا، الزواهري الزواهري من حرب من طيب المكارم ماخلي واخوانه وربعه، الزواهري من حرب من طيب المكارم ماخلي واخوانه وربعه على يمناه فالماقف عصاه، يا مرحبا يا مرحبا بضيوفنا، تشريفكم
من كل ديره واتجاه وهذيل يا نعم الاسم وهذيل يا نعم الاسم واهل المقامه آل مثل يهذيل تاريخ مشرف مجدهم محد علاه درع الحجاز ومن نصل هذلان همه ينجلي عز وفخر بين القبائل قومه الوجهن وجاه والشيخ مشعل والشيخ مشعل بالفعول مجمل الكل هذلي والشيخ مشعل بالفعول مجمل الكل اهذلي وانعم يا ابو عرام فعلك شاهد لك ماك ما في نجد في نجد نلت الطايلة كفو لها ومكملي ماضية وحاضر مجدكم تناقله كل الرواه الاوله من قسمكم بالفعل والمخرج ملي هذا الصحيح اللي نعده كل رجل ما غطاه في نجد نلت الطايلة كفو لها ومكملي ماضي وحاضر مجدكم تناقله كل الرواه الاوله من قسمكم بالفعل والمخرج ملي هذا الصحيح اللي نعده كل رجلنا ما غطاه يا الشيخ مشعل يا الشيخ مشعل والوفاء والوفاء منكم بدامت أصلي شيخنا وريث الشيوخ بيت العز ما يهدم بنا كريم سبلة كريم سبلة ما تحسب للجزيلة ولو غلي لأنك جزلة واليا بديت بعلم يصل منتهاه وكل القبائل وكل القبائل والنعم والله على خلقه ولي والله يعز على السعود ملوكنا كيد العدا وهذا الوطن غالي وبارقنا السعودية معتلي كل البيارق بعده ربي من الهيبة عطاه وهذا الوطن غالي وبارقنا السعودية معتلي كل البيارق بعده ربي من الهيبة عطاه تمت وفي ختم البيوت الندر اسمعه ما يلي معبدي من عسكر البارود مقاف حماه صح لسانك وبيض الله وجهك نرحب بالشيخ نايف بن عبد المحسن الراجحي وصحبه الكرام والحاصل على المركز الأول في جائزة الملك عبد العزيز لمهرجان الإبل فئة شلفة ولي العهد ونبارك له هذا الفوز يستاهل الناموس والعلم الغانم أما الآن مع قصيدة شعرية للشاعر دخيل الغانمي الحربي فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير وعافية وأبارك لربع حرب نجاح هذا الحفل وأحيي بالضيوف من قبيلة هذيل ومن جميع القبائل فأهلا حللتم ووطأتم سهلا هيا لا لا هيا لا 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 هيا لا 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 هيا لا 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 هيا لا لا هيا لا 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 هيا لا لا هيا لا 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 هواجيس القصايد في
خيالي كناها لذواد ليا حان السبق واختا راوه للبل منقيها وقف كل على ذوده ويطمح لرتق الامجاد وقال ان النتيجه باذن رب الكون منهيها وانا هاجوسي الشعري تنقى في حروف الضاد ورتبت القصيد الجزل من معنى وقافيها هواجس القصايد في خيالي كنها لذواد ليحان السبق واختار واهل البل منقية وقف كل على ذوده ويطمح لارتقى الامجاد وقال ان النتيجه باذن رب الكون منهيه وانا هاجوسي الشعري تنقى في حروف الضاد ورتبت القصيد الجزل من معنى وقافيه اشارك في حفل ربعي زبيد وللوفا ميعاد اشرف وتشرف حزه المرواح والجيه أشارك في حفل ربعي زبيد للوفا ميعاد أشرف وتشرف حزة المرواح والجية هلا يا مرحبا في ليلة تحسب من الأعياد هلا يا مرحبا مليون مربوعة ومثنية هلا باسم الزواهر في حفل يجمع رجال أجواد ترحيب الوفا لأهل الوفا من صاد قنية هلا يا هذيل يا أهل المرجلة يا حضرة الرواد هذيل الطيب والطالة هذيل سيوف مروية هذيل لهم قصر شايد على ساس وعظيم إعماد رجاله كونوا صيته وله هيبات محمية لهم تاريخ في الماضي وحاضر في المعالي ساد زحول رجال يعرف فعلهم لحتمية الهية يوكد ذكرهم بين القبائل صادق الإرشاد رجل يحمل مواقف كلها بيدين مسخية يوكد ذكرهم بين القبائل صادق الإرشاد رجل يحمل مواقف كلها بيدين مسخية أبو عرام لا ذكر الوفا يذكر بكل وكاد أبو عرام مشعل في المواقف ما يجي زيه أبو عرام لا ذكر الوفا يذكر بكل وكاد أبو عرام مشعل في المواقف من يجي زيه عزومه طالت نجوم الثريا واستزاد وشاد عروش الطيبة بن طيب على سطوات نوعية يا ابو عرام يا مشعل ترى شلفة الامير اعتاد زهاك زهاك الفوز عرامات بالتتويج مزهية كسبت المركز العالي وخذته من علو اشداد لأن الفوز يا مشعل حقوقه لك حصرية يبارك لك عزيزة الأصل والمنسب عريب اجداد في حفل من صفا جوه يفوح ورود عطرية يبارك لك عزيزة الأصل والمنسب عريب أجداد في حفل من صفا جوه يفوح ورود عطرية حفل يحفظ مواثيق الصداقة لأبعد الأبعاد على قن وشرف
تبقى قصور الطيب مبنية. أبو زامل حماك الله وفعلك يشفي الأكبات، تمد مدك الوافي شموخه معتلي ضيع. يا أبو زامل حماك الله وفعلك يشفي الأكباد، تمد مدك الوافي شموخه معتلي ضيع. يا نهر الجود يا بحر العطاء يا مسعد النشاد، يمينك من سخاء تبذل علانية وسرية، ولا تحسب غريبة دام ربعك من رجال اشداد، مفاعيل الحروب من الكرم والجود فورية. ولا تحسب غريبة دام ربعك من رجال اشداد، مفاعيل الحروب من الكرم والجود فورية. حروب أهل الثلاث المعجزة وثبوتها شهاد، نحفظ الجار ونعز الخوي بسلوم مرعية. حروب اللي يحتمى صف العادي حزة الميراد، يجزون الخصوم ونارهم يوم الوغى حية. حروب اللي يحتمى صف العادي حزة الميراد، يجزون الخصوم ونارهم يوم الوغى حية. وسبع عام في كل القبائل في أحب بلاد، بلاد الأمن والإيمان والراية سعودية، حكمها ملوك في عز ورخاء، ما تعرف الأحقاد لهم فرقابنا بيعت ولا وعهودها حية. وحنا بأمرهم نبطش ونحرق زمرة الأوغاد، ويبقى دارنا عالي وهاماته سماوية. ختام القول صلوا لا ذكرنا خيرة العباد، محمد من قذ أهل الدين من نيران موشية. سلامتك. صح لسان شاعرنا. أما الآن أيها الحضور الكريم، مع كلمة للباحث التاريخي وعضو النادي الأدبي بمكة المكرمة الشيخ مسفر بن معروف أبو عرام العميري الهدري، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة الكلام كثير، لكن شرطوا علي شرط إني ما أتكلم أكثر من دقيقتين، وأنا والمسلمون على شروطهم. الحمد لله القائل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الثقلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الجديدان. أيها الأخوة الأكارم، لقد جعل الإسلام رابطة الأخوة والجوار كرابطة النسب، بل قد تزيد. وأول من رسم لنا خطوط العلاقة بين المسلمين هو نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة، حيث آخى بين المهاجرين والأنصار في إخاء وحلف لم يشهد له التاريخ مثيل. وقال عن الجوار: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومن هذا الخلق الإسلامي السامي العظيم نقول لقبيلة الزوارة: أنتم منا ونحن منكم. أنتم منا ونحن منكم، أنتم من هذيل صهراً وجواراً وإخاءً وتاريخ مشترك يمتد لأكثر من أربعة قرون من الزمن. وأنتم من الذرة، ثم من العزرة، ثم من زبيد، ثم من مسروح، ثم من حرب، نسب منقوش على الصخر ما تغير على مر الدهر. وعن حرب وامجاد حرب، وليش سموها حرابت الدول؟ وهل وقفات بطولية؟ كلمة رجال الشجاعة استحقوها اللي لهم فلوها وقفات مثالية. أيها الحفل الكريم، الليلة هي ليلة من ليالي الأفراح، اتسمت بالوفاء في أروع صوره وأبهى حلله. ليلة تصافحت فيها القلوب وتعانقت فيها الأرواح، وأعاد بنى التاريخ إلى الوراء، إلى ما رسمه لنا الآباء والأجداد بين بني عمير والزواهرة من حسن جوار
ومكارم وأخلاق ومواقف مشتركة بين القبيلتين في الذود عن الديار والذمار وفي القضاء والعرف. وقد اشتهرت ولقبيلة الزوارة شهرة مستفيضة في القضاء القبلي والعرف الزراعي، واشتهر منهم رجال أبطال أمثال الشيخ شماس بن محمد الزويهي رحمه الله الذي كان مورداً ومنشداً ومنبعاً للعرف يقصده الناس من كل مكان، يدافع عن الخصوم ويناصر المظلوم. ومنهم على سبيل المثال للحصر الشيخ عطية بن حامد رحمه الله، عطية بن حامد الذي عرف بالقضاء والعرف القبلي، وكانوا أهل الحل والعقد يستعينون به في إطفاء نار الفتن بين القبائل وإصلاح ذات البين. ومنهم سفير السلام البطل الهمام علي بن حسين الزويهي رحمه الله الذي عرف بالحكمة والصلاح والإصلاح والدبلوماسية، فكان سفيراً للقبيلة لدى القبائل الأخرى يسعى لوحدة القبيلة ورفع كلمتها. وعلي بن حسين رحمه الله هو والد الشيخ عبد الله بن علي الزويهري وإخوانه الكرام الذين نحن الليلة في ضيافتهم. وهذه المرابع التي تفوح بالكرم والتهليل هي مرابعهم، والشيخ عبد الله يسير على خطى والده رحمه الله في الدبلوماسية ويرفع شعار السلام ويسعى للوئام، وله مواقف مشهورة في الكرم وإصلاح ذات البين. ومهما قلنا في الشيخ عبد الله فلن فيه حقه أبدا. أيها الحفل الكريم، قبيلة الزوارة أيها القبيلة العربية الحربية الأصيلة، غمرتمونا الليلة بفيض كرمكم، ولا يستغرب الكرم عليكم، فأنتم أهله ومورده ومنبعه، وتقبلنا مشاركتكم على الفوز الذي تحقق في الصياهت على يدي ابن عمي الشيخ مشعل بن طيب أبو عرام العميري. وما كان هذا ليتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى أولاً، ثم بدعم وتشجيع من الرجال الأوفياء أمثالكم، فلكم منا من الشكر أوفره، ومن الثناء أجوده، ومن الدعاء أخلصه، وجزيتم خيراً. ومهما قلت لا أستطيع الحقيقة، الكلمات أكبر من الوصف. وشكراً لمن حضر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيض الله وجه الشيخ مسفر بن معروف أبو عرام الهذلي على هذه الكلمات الوافية، وأنتم تستاهلون يا هذيل. أما الآن للنجاح مورد لكل من له طموح وتطلع، والامتياز في النجاح بتحقيق يمثل هذه الجائزة الغالية والتي تحمل اسم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، ولأنه منجز ينير الشمس سناء ووضوحا لرجل يستحق المجد، نذهب وإياكم إلى هذا الفيلم الوثائقي عن مسيرة الإنجاز الغالي. العطايا كريم اللي غلاها دبل. تعد الإبل رمزاً أصيلاً لحياة الإنسان العربي، ارتبطت بتاريخه وثقافته على مر العصور، ومع التمدن الحديث لم يستغني عنها، فبعد أن كانت شريكاً في سابق الأيام أصبحت أساساً لتراثه وحياته واقتصاده. نشأت فكرة مزايين الإبل وانطلقت بمسمى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل عام 1420 للهجرة، ملاقية الدعم الكبير من قبل القيادة المباركة والحضور الأكبر من المشاركين والمهتمين بأصالة التاريخ ورمز الحياة الأولى. و
وفي مهرجان هذا العام 1441 للهجرة تقدم الشيخ مشعل بن طيب العمير الهذلي بمنجيته عرامات هذيل مشاركا لأول مرة في فئة الحمر 30 ومندفعا بكل اعتزاز بتاريخ قبيلته العريق وعمق جذورها الأصيلة في الحجاز. لا عدا على وجه التراب الحبي ومنافس البل على عز وبيضون بالأخوان دين ووطن ما فيهم الأجنبي. ولا شك أن المشاركة في المهرجان الذي يحمل اسم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه مجد يشير إليه النجم الثاقب وشرف تحفظ طرفيه المناقب. حقق الشيخ مشعل بن طيب جائزة المركز الثاني في المهرجان ولا زال للمجد بقية. الحنا على اللي يبونهم على اللي نبي حنا على اللي يبونهم على اللي نبي. الموروث مداد الأجداد ومنبع الأصالة إلى فقرة ألوانها من التراث آداء وكلمات الشاعر تركي الصخري وآداء المنشد سعد المسعودي وفهد القرشي طراد العبيدي. يا مرحبا مليون في مليون من ناموس راسي يا ذيلي اللي مجدكم ثابت ومثل الحيد راسي أنتم في تاريخ العرب يا للف عايش يا ساسي في شام ولا في يمن يا ذيلي منزلكم رفيع. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 في شام ولا في يمن يا ذيلي منزلكم رفيع. في حلة اللي جودهم من يوم كان الوقت قاسي حرب الدول في قمة الأمجاد بالرقم القياسي قولا على البرهان ما هو موضة الشعر الحماسي لا بالله لا حرب والتاريخ لا يمكن يضيع. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 بالله لا حرب والتاريخ لا يمكن يضيع. أنتم وحنا دون حد الدار لا صار التماسي نرفع عمود الدين واللي يقرب الحدان خاسي نحمى وطننا بالسيوف المرهفة من كل باسي والعائلة اللي غرت نفسها يبقى يرجع يطيع. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والعائلة اللي غرت نفسها يبقى يرجع يطيع. على الولا باقين والمعدن ذهب معهون حاسي ما احنا كم اللي صابهم خله وعله وانتكاسي تاريخنا في نصر دولتنا يذكر كل ناسي في صف قايدنا ملك الحزم صفينا جميع. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 في صف قايدنا ملك الحزم صفينا جميع. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا لا. يا مرحبا مليون في مليون من ناموس راسي يا ذيلي اللي مجدكم ثابت ومثل الحيد راسي أنتم في تاريخ العرب يا للف عايش يا ساسي في شام ولا في يمن يا ذيلي منزلكم رفيع. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 في شام ولا في يمن يا ذيلي منزلكم رفيع. في حلة اللي جود
التاريخ لا يمكن يضيع. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 بلا هلا حرب والتاريخ لا يمكن يضيع. أنتم وحدنا دون حد دار لا صار التماسي نرفع عمود الدين واللي يقرب الحدان خاسي نحمى سيوف المرهفة من كل باسي والعائلة اللي غرت نفسها يبقى يرجع يطيع. تاريخنا في نصر دولتنا يذكر كل ناسي في صف قايدنا ملك الحزم صفينا جميع. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 في صف قايدنا ملك الحزم صفينا جميع. أما الآن أيها الحضور الكريم مع لون المجرور أداء صوت الحجاز فهد القرشي وطراد الهذلي. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 الليلة القافة ساري من طرب جاري من زين اللحون ولا
الآن مع لون الرجز أداء صوت الحجاز فهد القرشي وطراد الهذلي.
قبضت يده يمناه للي ينتخي ممتده للمبتلي واللي زمان حده يا قف مع لعلة العيالة والحق لو طال المدى يرتده يا لا أشدو بماذا من سجايا جمة سبحان من يعطي بلا, بلا, بلا مقدار كلمة لمن غايته ابتناء المحامد والصيت الأصيل كلمة للشيخ مشعل بن طيب العميري الهذلي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. في البداية نشكر قبيلة حرب على الاستقبال اللي ما هو غريب عليهم، هم أهل الترحيب وأهل التكميل وأهل العلوم الغارمة كلها، وأخص بالشكر والدي وأستاذي ومعلمي الشيخ عبد الله بن علي الزويهري وأخوانه وأولاده، وأيضاً أخص بالشكر أخي وصديقي الأستاذ زامل بن عبد الله بن علي الزويهري. فأنا تربطني مع أبو زامل علاقة ابن بوالده لها أكثر من 35 سنة، فوالد مكرم ابنه، فالحقيقة المشاعر لا توصف. فأنا عندما كنت طفل أو صغير أو شاب كنت أنظر لوالدي الأستاذ زامل قدوة وأستاذ، وأتمنى في يوم من الأيام أني أسير مثله أو زيه، فهو قدوتي كان وما زال. فأسأل الله أن يطول عمره وأن يبارك له في ماله وحلاله وأولاده، وأشكر قبيلة الزواهرة كلهم فرداً فرداً مشايخ، وأشكر قبيلة حرب على القبيلة اللي مو غريب عليها لا الكرم ولا الضيافة ولا الاحتفالات، فهذه هم أكبر من الكلام هذا. وأشكر من حضر بمعية والدي الشيخ طيب محمد أبو عرام العميري، وعلى رأسهم الشيخ وأمير قبيلة هذيل فهد بن سالم المعطاني الهذلي
أميرنا وتاج روسنا وبركان ما نمشي إلا هو معنا. وأشكر قبيلة بني عمير وأشكر قبيلة هذيل شعراء وأفراد ومشايخ، ونقول الله يبيض وجيههم. وبالنسبة للإنجاز، الإنجاز هو يفرح بكل هذلي وكل شخص يحب مشعل بن طيب العميري أو تربط به علاقة، وهو من إنجاز يمثل قبيلة هذيل، ونجلس إن شاء الله في الإنجاز هذا إلى أن نحصل المركز الأول. لا يزعل علينا الأستاذ الشيخ نايف، وإن ما حصل برضه المشاركين مشاركين اسم الجائزة يكفينا. ولا أنسى أن أشكر الشيخ نايف بن عبد المحسن وأشكر والده على حضورهم معنا واعتذار الشيخ عبد المحسن، ونقول الله يبيض وجيههم وعلى مشاعرهم النبيلة وبركتهم، ولا هو غريب عليهم. وعندي عزيمة لأبو زامل وربعه والحاضرين اللي معه كلهم، وأقول يا أبو زامل ما حنا رايحين من هنا لين تعطينا الموعد، فعطنا الموعد هنا، الربع يسمعون وانت تسمع واخوانك وربع وجماعتك. اقول سلمتوا ما في اليوم اليوم عندي بكره عندك؟ لا لا ما هي بكره، انت لك واجب عندي من اول، ما هي شغله التكريم. انا ما انت مكرمينك مكرمين على هذا. عطنا عطنا موعد، عطنا الموعد بعيد، افرق 10 ايام 20 يوم شهر، بس حدد الناس يسمعون. هلا على الشهر الجاي. الله يحييكم، الله يحييكم الكل والجميع، والله يبيض وجيهكم أول وتالي. وسلمت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في التكريم لغة شكر وعرفان، وفي الاحتفاء تقدير وامتنان. لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندساً وحريراً، ولو مزج بماء البحار لجعل الملح الأجاج عذباً فراتاً سلسبيلاً. يتقدم الشيخ عبد الله بن علي الزويهري الحربي لتكريم الشيخ طيب بن محمد أبو عرام الهذلي وابنه مشعل بن طيب بن محمد أبو عرام الهذلي وأخوانه الكرام. الشيخ معروف بن محمد أبو عرام العميري يتفضل مشكورة، والشيخ مساوي بن محمد أبو عرام العميري يتكرم ويتفضل مشكورة. قال أبو زمل هلا يا مرحبا ترحيب ضاري، في حلال ضيفنا فيها مكانه في الصدارة، حنب يارق حرب فالطلات وعطل قوس باري، فالعلوم اللي تنومسنا لنا عزم وجسارة. راح نصلى لو نساها يماني بداري، والله انكني على باب الزهر مزك خفارة، ما دريت انه سرى للي وانا أما الآن مع تكريم الشيخ مشعل بن طيب بن محمد أبو عرام العميري الهذلي على حصوله على المركز الثاني بجائزة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. ناري من دوافع شعري يطرب للتحدي والإثارة، قال أبو زمل هلا يا مرحبا ترحيب ضاري، في حلال ضيفنا فيها مكانه في الصدارة، في حلال ضيفنا فيها مكانه في الصدارة، حم يارق حرب في الطلات وعطل قوس باري، فالعلوم اللي تنومسنا لنا عزم وجسارة، لو وقفنا للخوي وقفتنا فيها نماري، والله أن يبشر من يعادينا يشوف الويل ونجوم الظهاري والصديق نحول من دونه ونبني في جدار. أما الآن مع تكريم لسناب قبيلة بن عمير بقيادة المستشار عادل بن مساوي بن محمد العميري، فليتفضل مشكور. استاهل استاهل. أما الآن مع تكريم للايف قبيلة بن عمير
للمستشار عادل بن محمد العميري ابو عرام الهذلي فليتفضل مشكور. صيت ابو عرام لا جاله مع العربان الطاري مثل التوقيع. شاعر حرب الشاعر الكبير راشد السحيمي فليتفضل مشكورا. مثل يوم الطايرات تولجت برج التجارة، مثل يوم الطايرات تولجت برج التجارة بحمر الفلمزان. أما الآن مع كلمة للشيخ فهد المعطاني الهذلي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الشيخ عبد الله الزويهري الحربي، الشيخ فهد ابن علي الزويهري الحربي، أبناؤهم قبيلتهم قبيلة حرب، شيوخ قبيلة هذيل، شيوخ القبائل، رجال الفكر، رجال العلم، رجال الأعلام، رجال الأعمال، رجال الدولة، رعاه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الشيخ عبد الله بن علي الزويهري الحربي وأخوانه وأبنائه على تكريم علم من أعلام هذيل ورمز من رموز هذيل تعتز به هذيل قاطبة، الشيخ مشعل بن طيب العميري الهذلي، على فوزه بالمركز الثاني في جائزة الملك عبد العزيز. وقد سعدنا نحن هذيل بنجاحه وبفوزه، وهو علم من أعلامنا ورمز من رموزنا، كما نعتز برموز هذيل كلها ونعتز برموز القبائل، سعداء بهذا الحفل الكريم. ونحن وقبيلة الزواهر من حرب، بيننا وبينهم الجوار والنسب والحسب، كثير من أبناء الزواهر حنا هذيل خوالهم ونعتز بذلك، كثير من أبناء هذيل خوالهم الزواهر ونحن نعتز بذلك، فهي قبيلة مع هذيل من مئات السنين يربطها الجوار والنسب والحسب، خرج منها أعلام وخرج منها مشايخ وخرج منها قضاة للحق، نعرفهم بأسمائهم، ولقصر الوقت ما نستطيع أن نتحدث عن كل رمز من رموزهم، ولكنني سأقتصر عن الحديث عن رمز من رموز هذه القبيلة الشامخة الضاربة جذورها في عمق تاريخ حرب وتاريخ القبائل. سأتحدث عن الأستاذ والشيخ فهد بن علي الزويهري الحربي، هذا الرجل شريف اللسان، شريف الموقف، شريف القلب، أيضا عرف عند هذيل وعند غيرهم. والله أن صحبتي وصداقتي للشيخ والأستاذ فهد بن علي الزويهري أكثر من 43 عام، هو يعلم ذلك. لم أجد يوم من الأيام عن هذا الرجل الذي أنني أكبره وأقدره لمواقفها المشرفة عند كثير من القبائل، عند هذيل وعند غير هذيل. شرف وطنه، شرف دولته، شرف قبيلته. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى له طولة العمر، وأننا سعدنا في هذا الحفل البهيج الكبير للشيخ مشعل ابن طيب العميري الهذلي، وتكريما له، وهذا التكريم تكريم لكل هذلي، كل هذلي من هذيل كرم الليلة بتكريم هذا العلم وهذا الرمز وهذا الرجل صاحب المواقف، الشيخ مشعل بن طيب العميري الهذلي، الذي شرف قبائل الحجاز بحضوره في احتفالية جائزة الملك عبد العزيز وحضوره في كثير من المحافل. نشكر قبيلة الزواهرة، وأنني كان لي حضور عند قبائل حرب في المدينة المنورة وفي القصيم وفي كثير من المناطق، وقلت أن حرب سميت حرب الدول لأنها وقفت في ضد الجيش العثماني وهزمت العثمانيين في بير الماشي وفي بدر
وفي كثير من مناطق حرب حول المدينة المنورة، وهذه القبيلة التي خرج منها أعلام ورموز نحن هدين نعتز بها كما نعتز برموزنا. فالمحبة والصداقة والوفاء بيننا وبين حرب من قديم الزمان. نشكركم للإصغاء، حفظت هذيل مكارم الأجداد عبر القرون حواضرا وبوادي برجالها وبمالها وبمالها بين القبائل من عظيم إيادي. فهم الكرام إذا دعوت لنائل، وهم الرجال إذا دعوا لجلادي، قوم النبي محمد وأرومة العرب ومعد الأمجاد. كذلك سعدنا بحضور الشيخ عبد الله بن جملة السفياني الثقفي، وهو الليلة يمثل قبيلة الثقيف، وسعدنا بحضور قريش هذه الليلة من مشايخها وأعلاميها، وسعدنا بحضور كل القبائل. ونحن في هذا الوطن كلنا قبيلة واحدة، هي قبيلة الوطن. جميعا نعتز بقيادتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، راسم سياستنا السعودية الحديثة وصاحب رؤية 2030، وهو من حقق إنجازات ومكتسبات في داخل المملكة العربية وخارجها. كذلك أننا نرحب بحضور العلم والرمز الشيخ نايف بن عبد المحسن الراجحي والرواجح من بني زيد ابن قيهب، ينتسبون في زيد ابن الحاف ابن قضاعة في كعب ابن الحارث، في كعب ابن الحارث من كهلان ابن سبا ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان ابن هود، فهم من قبائل قحطان، وهم الليلة عند القبائل العدنانية والقحطانية. نرحب بالجميع ونسأل الله التوفيق للجميع، والله يوفقكم، وحنا على انتظار حفل لكم إن شاء الله في ديار هذيل ومضاربها وعند أعلام هذيل. نشكركم جميعا. قالبوا زمل هلا يا مرحبا، ترحي بضاري في حلال ضيفنا، فيها مكانه في الصدارة، حم بيارق حرب فطلات وعطلق وسباري، فالعلوم اللي تنومسنا لنا عزم وجسارة. راح نصلى لوانا ساهي مني بداري، والله انكني على باب السهر مزك خفارة، ما دريت انه سرى ليلي وانا بلقاه في ساري، نوب في راسي فتيل ونوب في راسي شرارة. كل بوها ناري ولد من لضاها بيت ناري، من دوافع شعري يطرب للتحدي والذارة. قال ابو زمل هلا يا مرحبا، ترحي بضاري في حلال ضيفنا، فيها مكانة في الصدارة، في حلال ضيفنا فيها مكانة في الصدارة. حم بيارك حرب في الطلات وعطلق وسباري، فالعلوم اللي تنومسنا لنا عزم وجسارة، لو وقفنا للخوي وقفتنا من يعادينا يشوف الويل ونجوم الظهاري، والصديق نحول من دونه ونبني في جدار. فعلنا من سابق الأيام الأرصيد ومواري، من زمان الفقر قبل الناس تنعم بالحضارة، من زمان الفقر قبل الناس تنعم بالحضارة. وتيا مشعل خوي الجنب ما حطك يساري، قاصر عنك المديح ولا توفيك العبارة. العميري في درى لم جاد عن هب الذواري، عمر له قصر بالناموس ما هو بالحجارة. صيت ابو عرام لا جاله مع العربان الطاري، مثل التوقيع على مين ومثل تختيم على مار. جاب عرامات واجبرهم على وضع الطواري، مثل يوم الطايرة تتولجت برج التجارة، مثل يوم الطايرة تتولجت برج التجارة. جاب حمر في المزايان ما يجريها مجاري، لا يقح بالفوز والناموس ويضم بالنعارة. من صيده ذي ما عرضت على بايع وشاري، كانها للطيلات ولطمة العدوان شارة. تشبه السفن البحر لكنها سفن الصحاري، تذبح الحساد بالسكر
ثابته مثل الحديثة اللي في مسلم والبخاري. للقصايد عندكم داره وللبارود داره، المعزة والزعامة وهبت من عند باري. كسبكم يا اهل الظفر من عداها غاره بغاره، المعزة والزعامة وهبت من عند باري. كسبكم يا اهل الظفر من عداها غاره بغاره، كسبكم يا اهل الظفر من عداها غاره بغاره. راح نصلي لو انا ساهي يماني بداري، والله ان كني على باب السهر مسك خفاره. ما دريت انه سرى ليلي وانا بلقاه في ساري. نوب في راسي فتيل ونوب في راسي شراره. كل ابوها نار يولد من لضاها بيت ناري، من دوافع شعري اضرب للتحدي والاثاره. قال ابو زمل هلا يا مرحبا ترحيب ضاري، في حلال ضيفنا فيها مكانه في الصداره، في حلال ضيفنا فيها مكانه في الصداره. حم بيارك حرب في الطالات واعط القوس باري، فالعلوم اللي تنوم سلالنا عزم وجساره. لو وقفنا للخوي وقفتنا فيها نماري، والله ان يبشر بعزه والكفل قد البشاره. من يعادينا يشوف الويل ونجوم الظهاري، والصديق نحول من دونه ونبني في جدار. فعلنا من سابق الايام لصيت ومواري، من زمان الفقر قبل الناس تنعم بالحضارة، من زمان الفقر قبل الناس تنعم بالحضارة. وانت يا مشعل خوي الجنب ما حطك يساري، قاصرا عنك المديح ولا توفيك العبارة. العميري في درا لم جاد عن هب الذواري، عامر له قصر بالناموس ما هو بالحجارة. صيت ابو عرام الاجاله مع العربان الطاري، مثل التوقيع الامين ومثل تختيم الامارة. جاب عرامات واجبرهم على وضع الطواري، مثل يوم الطايرات تولجت برج التجارة، مثل يوم الطايرات تولجت برج التجارة. جاب حمر الفل مزايا ما يجري هم جاري، لا يقح بالفوز والناموس ويضم بالنعارة. من رصيده ذل ما عرضت على بايع وشاري، كانها للطيلات ولطمة العدوان إشارة. تشبه السفن البحر لكنها سفن الصحاري، تذبح الحساد بالسكر ومره بالمرارة. يا هذيل أمجادكم يدري بها كاتب وقاري، من صريح المجد يا أهل المجد ما جت استعارة. ثابته مثل الحديثة اللي في مسلم والبخاري، للقصايد عندكم داره وللبارود داره. المعزة والزعامة وهبت من عند باري، كسبكم يا أهل الظفر من عداها غاره بغاره. المعزة والزعامة وهبت من عند باري، كسبكم يا أهل الظفر من عداها غاره بغاره، كسبكم يا أهل الظفر من عداها غاره بغاره. عودة على بيت مع محاورة لكبار الشعراء الشاعر راشد السحيمي الحجري، بيب العافية العتيبي، حامد القارحي الهذلي، عبيد الله القارحي الهذلي، سعود العميري الهذلي، فليتفضلوا إلى المنصة مشكورين. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا مرحبا ترحيبة نرفع لها الأعلام فوق، حط العالم فوق الجبل واكتب عليه زويهري. حط العالم فوق الجبل واكتب عليه زويهري. يا مرحبا ترحيبة نرفع لها الأعلام فوق، حط العالم فوق الجبل واكتب عليه زويهري. يا
نعرفها. نرفع الله الاعلام فوق يا العازم ليه عليك حقوق وانت اهلك حقوق لكنك اعطى المسلمين حقوقها وش تحتري لكن عمل للمسلمين حقوقها وش تحتري يا العازم ليه عليك حقوق وانت حقوق هذا عمل للمسلمين حقوقها وش تحتري دام البقى من روسنا وجموعنا برقى ويروقى دام البقى من روسنا وجموعنا برقى ويروقى وان كان ما تدري بنا يدري بنا اللي ما دري عكست الخط قدم الناس وانت عسكري انت عكست الخط قدم الناس وانت عسكري حلوة لو ما انت منهم كان ما تقدر تبيع وتشتري لو ما انت منهم ما يقدر تشتري والله لا زيد حروق قلبك كان في قلبك حروق لا ترمي التهمة من المذنب على رأس البري لا ترمي التهمة من المذنب على احنا نبيع ونشتري بالمرجلة في كل سوق راخت ورثك فثري ولا انت يا راشد ما غير اخذت ورثك فثري مليون مليون اشتري بالمرجلة في كل سوق ولا انت يا راشد ما غير مليون اشتري بالمرجلة هايه في كل سوق لا لا
الناس من كثر البروق. أصحت فاخر بالعلو ما الأوله وانت السروق. تلبس لبوس البدو رعيان الغنم وانت حضري. خلك سبوق إن كان جات منافسه خلك سبوق. ما رنتبه من طاحة الصخرة على العظم الطيري. أتهمتني بالبوقة وأنت اللي مع أصحابك تبوقة. أتهمتني بالبوقة وأنت أصحابك تبوقة. لكن طاوعني وكب العنصرة يا العنصيري. لكن طاوعني وكب العنصرة يا العنصيري. أسبق على الطالة واكب اللي تخذع في الربوق. وهم اللي بن محد حال بها فالصمي للمنفيري. سلام الله من الهذلان للي شرف الهذلان. سلام ما يعد الله على اللي يستحقونه. يا حامد بن حميد لا نقول المسلمين أخوانا. على وضح النقع يمكن يضيق بليس وأخوانا. يا حامد بن حميد لو نقول المسلمين. على وضح النقع واللي يقولونه يا رجال.
هلا يا مرحبا فم القرى وام القرى عنوان هلا يا ديار ذيل والبيت القوي ما طاح تركونه ديار ذيل والبيت القوي ما طاح ام القرى عنوان يا مرحبا فم القرى وام القرى عنوان تشوف اللي نشوفه والسالف مردود مهما كان الله 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 على وضح النقا حتى يشوف الدرب بعيونه على وضح النقا حتى يشوف الدرب بعيونه هاي لعلك في البقا يا شاعر موت بخص الميزان وعجلان الخطى له يومه ويسير على هونه وعجلان الخطى له يومه ويسير على يا من دوبا لا أخبار سلم واستلم
قلط وتاكل باليمين. تالينا إفال وقت ولا الأولين أرصد التالين إفال وقت ولا الأولين فرق ما بين المشايخ ورعيان الغنى فرق ما بين المشايخ ورعيان وحليلك يا بن آدم تبادني يا ودي كل ما شفت الكوز عتبى منها قسم اندرقت عن المخاطر ورزيت العالم اندرقت عن المخاطر ورزيت العالم هاي من يدور ورث جاء دبع طول السنين هل يدور ورد جاء دبع طول السنين انهارج قلنا كفو وانسكت على شحب المسجد على الدرب ويهد الصنع كم مرة زار الأجواد وعطوها الشحم وين راح السيف شامان يا ذرف اليمين سيف شيخ القوم ما يقع على فلحم سيف القوم ما يقع على فلحم هلوه
قسمناذيني هاي ويش المصحابنا زودوها حبتين وحرجونا كلنا قد مشيخ محترم يا سلام الله سلام يكتم الشرع ودينه يا سلام الله سلام يكتم الشرع ودينه سنة الإسلام إلى الإسلام ودينا النصيحة خلوها بيض الله وجه ابو زامل ويرحم والديه الكريم اللي يمينه بالكرم ما هي شحيحة الوها مرحبا يا ضيفنا اللي بالمكارم خابرين مرحبا يا ضيفنا اللي بالمكارم خابرين يوم نرسم الحدود ويوم نذبح له ذبيحة الوها بيض الله وجه من حط المكارم نصب عينه مدحته للطيب حق وتركت الواجب فضيحة الكتاب اللي درست وفيه حنا كاتبينهم محتمين حدودنا والقوم ما هي مستريحة خلوها يا الحروب الحربية اللي جاي من يم المدينة جايكم فزاعي ولا جاي هضت به قريحة الوها
الكتاب اللي كتبته من كرينه من كرينه الكتاب اللي كتبته من كرينه من كرينه والله اني لكسر الجوال واطش الشريحة علموهن المدينة دارنا الله لا يهينا علموهن المدينة دارنا الله لا يهينا وانت ورد محترم لكن ورد بدون ريحة تنكرونه ما رحنا اللي عليكم فارضينه حيكم يسمع وميتكم عسى ربي يبيح حيكم يسمع والله اني ضيف غالي دايم تكرم يمينه ما يمد مناه الى المترديه ولا النطيحه ما يمد مناه الى المترديه ولا النطيحه والله اني ضيف غالي دايم تكرم يمينه سار الليل سار يقول الوعد قدام سار الليل والسار يقول الوعد قدام وبكره يجيب العلم من راح للديرة وبكره يجيب العلم من راح للديرة سار هلوها يا ابو جمل انت وفيت واكرمت ابو عرام يا ابو جمل انت وفيت واكرمت ابو عرام وهذا الوفا من كبر قدرك وتقديرك سار الليل والساري يروح ويجيب أعلام عسى راعي الأعلام تكثر مشاويره عسى راعي الأعلام تكثر مشاويره سار أي ولا هو غريب إن العوارف رجال كرام وأنا صاحبي معروف ما رحت مع غيره Oh, yeah.
لك سنة يا زميل العام تناشد عن الخيرة وانا معلم الخيرة اي انت العراق اللي تفكك بعد صدام صيره ما غر من جرف في بطن دحديرة انا صمت يوم اني لقيت شيوخ صيام وذا الحين شفت العيد دق ومزامير وذا الحين شفت العيد دق ومزامير عسى الله يجلى كل يوم على عسام ولا بدل الايام لفه وتدويره لا ما لفه وتدويره ترى الصوم لو تصوم ركن من الاسلام كل صايم ما كسب تجر تفطيرة هلوة فقد دياره ذا بين اليمن والشام فقد دياره ذا بين اليمن والشام ويدور على اللي فالخطر يا شعب بعيره لقيت السباع تشيل لحم بدون عظام وحتى الحصين قام ينفخ مناخيره يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 اجتمعنا وجاد الله على من جاد قال ضيف في حلة معزيبة قال ضيف في حلة معزيبة اجتمعنا وجاد الله على من جاد قال ضيف في حلة معزيبة كان راشد من أول عضو فالإرشاد صار يصرف على الشيطان من جيبه صار يصرف على الشيطان من جيبه خف عليه يا لا لا
مرحبا مرحبا يا مطول الغيبة. اللهم اول الوقت كنتم يا هذي الاجواد واخر الوقت فيك الشك والربا. ياكم السيل لا بارد ولا رعد شد والعفش من مكة ومن طيبة. يا سحاي ما تعرف الناس يوف حداد لا يعجبك راسك يوم توميبا. ألوها اتكنا على الله والحياة جهاد بس لا ضاق حامد ويش أسوي به مالكم عندنا دله ولا براد غير سيف عطيبات مضاربة. اي عد الأيام حتى يقف العدد وتبع الشمس تشرقه وتغربه. اي انت ودك ببشت وربنا مراد لو بعطيك بشت كيف تمشي به. خرب السوق راع التكسي الكداد ليتنا ما مسحنا روس شاني به. أبو فيصل حبي بعد ما قرر قرار العين
نقول الوعد في قمة جبل ويقول في الوادي نقول الوعد في قمة جبل ويقول في الوادي نقول الوعد في قمة جبل والوعد في الوادي هاي طبا بيننا هالحين ولا بيننا بعدين ترى ما عاد يقبل عذر لو قلت العذر عادي ترى ما عاد يقبل العذر لو قلت العادي طبا بيننا هالحين ولا بيننا بعدين طبا تخلص دينا ما غير تجمع الاذلان ثم تصيح وتنادي ما غير تجمع كلامك زين واحنا ما نريد الا الكلام زين وانا لا عد عداد زمان يعد عدادي أظنك يا حبيب ما نسيت سيف أبو حدين ولو أنك نسيت اللي مضى ما عنك نشادي وأنك ما نسيت اللي شب النار بزنادي الله ندور راعي البندق وين القى راعي سكينة ندور راعي البندق وين القى راعي سكينة وقلنا ويش عندك قال وارثها من أجدادي وقلنا ويش عندك قال وارثها من أجدادي هاي أنا ما أقول فيك قصور كاسبها من الجدين وأنا ماني كما بعض العرب سرداد مردادي هاي هذا الحكم السعودي وانت تحلم بالشريف حسين تقول انك يتيم على بلا شرب ولا زادي هلا
تطعم يا حبيب لا يصيبك نقص فاتامين يا زين العافية يا العازم لو طوال المادي يا زين العافية يا العازم لو طوال المادي ألوها يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا تعال يا المطرفي ما فيها شيء غريب الناس واجد واصابع يدك ما هي سوى تسعل وجهك الطبيب الليل يا جاك جاب الكل علاه دوا بمزمنه ما تطيب تسرح معه لا سرح تضوي معه لا ضوى رجعت للديس ما رديس ما بحليب ما ادري ذبحك الضرم ولا ذبحك الهوى اي جساس يقتل كليب ألا بعد ما انزوى والرمح فيه انزوى خير حظ ونصيب وانا حلبت المنيحة وانت جاك الطوى اي ابعد عن الشر يا حبيب وخلك حبيب وارجع بواديك والواد المقدس طوى ارجع بواديك والواد المقدس طوى
خلوها. التغذية تنفع الواحد قبل ما يشيب، وان قلت توك صغير قلت مالك لوا. لا تمن الذيب لو الذيب وسط القليب، الذيب من يا من لو يخت المعوى. يا راشد اخذتها من بين حصني وذيب، وان كان ما اخذتها ما حد على قوى. الذيب فضل عمار انتم في بطن الشعيب، وليا طلعتم براس الضلع اكلتم هوا. يا طلعتم براس الضلع اكلتم هوا. يا طلعتم براس الضلع اكلتم. خلوها. يالله عسى الظن فلي مثلكم ما يخيب، لكن لا تتبع الغاوين ثم تغاوى. خلوه. اللي يصيب الهدف واللي بعد ما يصيب، الله يرسل عليكم كل نجم هوى. أنا أخبرك جندي أول وإيش جابك رقيب، رقوك يا جندي أول بعد غاب اللواء. أنا أخبرك جندي أول وإيش جابك رقيب، دايم شبابه على خندف دعاه غريب. لا والله الا افترقنا والطريق التوى. لا والله الا افترقنا والطريق التوى. عايز شبابك يا عم. يا جماعه